سويت لكم دجاجة خضراء كلش مميزة وبطعم رهيب. الدجاجة فرحانة قعدناها وهسه نقصها من ظهرها حسرة منظر، تريدون بالسكينة تريدون بالمقص، وهذا راح نشيل الذبة ما نحتاجه. طبعا نغسلها الدجاجة غسلة زينة. هسه نسوي تتبيلة، نحتاج ملح بالإضافة إلى فلفل أسود، وهنا عندنا الزنجبيل والليمون دوزي وجوزة الطيب واللبن، وهنا خل أبيض وشوية زيت وياها. وهسه حبايبنا نخلي لهم لون غذائي لونه أخضر ودبس الرمان، وهنا نخلطها خلطة من هاي الزينة وصارت لونها كلش حلو. هسه نجيب الدجاجة مالتنا ونخليها بالصلصة بالتتبيلة، ننقعها فد نص ساعة لحد ما نثرم الخضار ونجهز الشغلات اللي وياها اللي نخليها. هسه راح نجيب هنا حبايبنا البوتيتا ونقطعها بهذا الشكل، والبصل ايضا نقطعه، وهنا عندنا الطماطة ايضا نسويها بهذا الشكل. هسه حبايبنا الطماطة نجيب نخلي لها ملح شوية ونخلطها خلطة زينة ونصفطها بالصينية مال الفرن. نجي هنا الخضار مالتنا، ملح، فلفل اسود، دبس رمان، وهنا حبايبنا بابريكا نضيف لها شويه والزيت، وهسه نخبطها خبطه نهايه زين. صفطنا الطماطه بالصينيه، نجيب الدجاجه مالتنا وشوفوا لي شلونها عيني تخبل. هسه الصلصه مال الدجاجه نخليها فوق البوتيته راح تعطي طعم خرافي، ايش قد ما اقول لكم طيبه طيبه. وبعد ما صفطناها بالصينيه شوفوا شلون قاعده عاقله وحلوه ومرتبه، يومين نسويها عادي، اليوم خلينا نسويها خضراء زين. هسه ندخلها الفرن حبايبنا، انتو تشغلون فوق والجوة، الفرن درجة حرارته 160 والوقت ساعة الى ساعة وربع حسب نوعية الفرن. وتعالوا نسوي التمن مالتنا من شركة سنابل الديوان، نحتاج زيت والتمن مغسول، وهسه حبايبنا نضيف له ملح وشوية عندنا مي، وهنا عندنا الملون غذائي، استعملت الاخضر والبرتقالي والاحمر، وهسه حبايبنا انا عندي ابيض برياني طابخة ايضا مكملة. من تشوفون التمن بلش ينشف من المي نغطيه على أنصى درجة ونخليه 20 دقيقة، وهذا التمن مالتنا صار نثري ومميز، رز من سنابل الديوان ومتوفر جميع أنحاء العراق. هسه طريقة التقديم، صبينا التمن مالتنا هذا الأبيض، وهنا عندنا البرياني، وهسه حبايبنا شوفون الشكل شلون حلو يفتح النفس. هسه نجي هنا الدجاجة مالتنا جبناها ونخليها حبايبنا نقعدها بهذا الشكل، البوتيتا اللي سويناها وياه والطماطة وشوية ليمون، وهنا شوية جرجير وشوية معدنون وشوية لوز، وشوفوا الشكل شلون الشكل يحكي وحده تمام. هسه حبايبنا نجي هنا ندخنها، نخلي زيت، نجيب فحم خلي والسيليفون مباشرة نغطيها حتى يعطي هاي النكهة مال التدخين كلش احبها اني. وهسه حبايبنا بعد 10 دقائق شوفوا الطراوة مالتها، يعني دجاجة والتمن فتشي ايش قد ما اقول لكم طيبه طيبه. شوفوا حبايبنا شلون مستوي استواء صحيح بدون ما محترقه وطريه بنفس الوقت. ونذوق الطماطه عيني ويا البوتيت اللي سويناها بيها حموضه، يعني الطعم صدق اويل يابه، طعم خرافي. ولهنا حبايبنا خلص حلقتنا لهذا اليوم، ان شاء الله عجبتكم. نشكر ايضا سنابل الديوان على رعايه هذا الفيديو، متوفر جميع انحاء العراق. تحياتي لكم ونقول لكم مع السلامه. واي واحد جرب هاي الوصفه خليه يكتب لنا بالتعليقات شو رايه بيها.